بسم الله الرحمن الرحيم كان اللقاء مع الأخ وزير الطاقة اتفقنا بأن أي تصدير للنفط العراقي يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية وسنبحث بالآليات التي تحقق ذلك اقتصادية وخاصة الطاقة وبالتأكيد عندما يتم الاتفاق على آليات محددة لتحمي ثروة العراق العراقيين وتكون بموافقة الحكومة العراقية بالتأكيد هذا سيفتح الباب أمام الشركات التركية لزيادة أعمالها ونشاطاتها واستثماراتها في العراق. وكيف تم يعني هذا يعني هل هناك طبيعي كي Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminden Türkiye'ye petrolün ticari ihracatı için Irak Merkezi Hükümeti'nin de rızasını almayı ve bütün tarafların yararına olacak üçlü bir işbirliği projesi başlatmayı arzuluyoruz. Nam